مدرسة سيدي عبد الله كغيرها من المؤسسات التابعة لمديرية سلا، نظمت هذا العام الدخول المدرسي اللي كيمر في واحد الظروف اللي هي استثنائية بفعل جائحة ديال كوفيد 19، واللي حرصنا من خلاله على أن نطبقوا التعليمات والبروتوكول الوارد في المذكرة 39/20 اللي أطرات الدخول المدرسي في ظل هذه الجائحة. حرصنا ما أمكن على أننا نتعامل بصرامة مع البروتوكول الصحي، لا مع المتعلمين ولا مع الأطر ولا مع الساكنة، بحيث أننا راعينا جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية اللي من شأنها أن تحمي المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي مع التلميذات، من خلال توفير مواد التحقيم الضرورية، من خلال التنصيص على أن الالتزام بارتداء الكمامة بالنسبة للمستويين الثالث وبالنسبة للمستويين الخامس والسادس. حرصنا أيضا على أننا ننظموا هذه الأيام الأولى الثلاثة، وضعنا واحد البرنامج لاستقبال التلاميذ ايام 7 8 و 9 سبتمبر كيف منصت على ذلك المذكرات المؤطره لعمليه الدخول المدرسي، بحيث اننا كنستقبلوا مستوى مستويين كل يوم ابتداء من الاثنين، واليوم حنا وصلنا للمستوى الرابع. الدخول المدرسي الحمد لله تم في واحد الظروف اللي هي جد ممتازه، بحيث انه كان واحد الانضباط لا ديال الاطر ولا ديال المتعلمين ولا حتى ديال الاباء. وبهذه المناسبة لابد من وجه الشكر للسلطة المحلية حتى هي اللي وقفت معنا في هذا الدخول المدرسي، واللي حرصت انها تأثر معنا هذا الدخول المدرسي اللي الحمد لله واخا الظروف هي استثنائية راه داز في احسن الظروف. وبالنسبة للسيناريو اللي اعتمدته المؤسسة من خلال التفريغ ديال الاستمارات ديال التعبير عن الرغبة في نوع التدريس المعتمد داخل المؤسسة، واللي جات أن أكثر من 90% من الآباء والأمهات عبروا عن الرغبة ديالهم في التعليم الحضوري. هذا اللي حنا بشكل أوتوماتيكي على أننا نعتمدوا التعليم الحضوري والتعلم الذاتي كسيناريو لهذا الدخول المدرسي، واللي حرصنا ما أمكن أننا نفوجوا فيه التلميذات داخل الأقسام، بحيث أن كل أفواج ما كتعداش 14 تلميذ داخل كل قسم كيف وقفتوا على المسألة. كما كتعرفوا هاد السنة بطبيعة الحال هاد الموسم الدراسي 2020-2021 كيعرف واحد مجموعة من الاستثناءات ومجموعة من الأشياء اللي ما عهدناش وما ولفناش من قبل. بطبيعة الحال من بين إذا كان عرفوا بأن العالم كله عنده دخول استثنائي، وبطبيعة الحال تحنا في بلادنا رحنا تحنا عندنا الظروف الاستثنائية، ومدرستنا بطبيعة الحال مدرسة سيدي عبد الله حتى هي كتعرف هذا الدخول اللي هو استثنائي. هذاك الشيء علاش حضرنا مجموعة من الإجراءات من قبل ما يبدا الموسم، وحنا كنستعدوا بمجموعة من الإجراءات من بينها أننا عقمنا المدرسة بطبيعة الحال، وضعنا مجموعة من الوسائل منها تشوير في بين الأقسام في الساحة، وضعنا خطوط من أجل تباعد بين الأطفال، حاولنا وضعنا كذلك معقمات لاستقبال التلاميذ. اليوم الأول بطبيعة الحال اللي كان دخول كان غير المستوى الأول في الصباح، يعني تطبيق التعليمات ديال الوزارة كان فقط المستوى الأول، وفي المساء كان المستوى الثاني. إذا حاولنا باش ما يكونش اكتضاد بين في المؤسسة، يعني كان نستقبله مستوى بمستوى. وكذلك وضعنا في أثناء الدخول ديال التلاميذ باش نحافظوا على السلامة ديالهم والسلامة ديال الأطر ضروري من التعقيم من قياس درجة الحرارة. مؤسسة عبد الله اليوم الثالث على التوالي الحمد لله عرف واحد انطلاقة، يعني في ظل هذا الوضع الوبائي اللي كتعيشه المغرب بصفة عام بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، يعني وضع استثنائي، وبالتالي حنا خدينا مجموعه ديال الاجراءات رفقه الاداره ممثله في السيد في الاخ سيدريس مدير المؤسسه وباقي الاساتذه. حنا كجمعيه اباء يعني حاولنا ما امكن اننا نحافظوا على التباعد ديال التلاميذ ونعقموهم، وتنوضعوا حتى ميزان الحراره بالنسبه للتلاميذ اللي غيولجوا للمؤسسه في حالة ما كان شي تلميذ يعني حرارة ديالو مرتفعة، تنعلمو بأنه راه تيعاني من شي مرض معين. الحمد لله يعني تيبان ليا بأن الجو عامة الجو الدخول المدرسي ديال هاد السنة ديال 2020-2021 يعني وضع يعني ممتاز بالنسبة لسيدي عبد الله. تنهضر لكم بالنسبة لسيدي عبد الله، وضع ممتاز جدا. الفضاء كيف كتشوفوا يعني رحب
المؤسسة الحمد لله جميلة وكل شيء فيها هو هذاك. الأساتذة هما قايمين بالواجب ديالهم، يعني حتى داخل الأقسام تيحافظوا على التباعد وتينبهوا التلاميذ على أنهم ضروريات ديال اليومية، يعني الممارسة اليومية ديال التباعد حتى داخل الأسرة، تعقيم اليدين، وضع الكمامة إجبارية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.